ربي أشجع الفرسان، في الحكم عدل وأمان. إنها قصة السلطانة، اسمها فتنة الزمان. لتكون حكمة عظيمة، أراد لقلبها أن يموت. نصبوا لها مكيدا، إما السلطنة أو يا الله، ليش كل هالشي؟ أنا ماني شايفة إنه في داعي لكل هالتحضيرات. أنتي هلأ مالك أميرة، أنتي هلأ رح تصيري سلطانة هاي السلطنة، ولحتى تعملي مسؤولياتك كسلطانة ما تفكري يا شغلة سهلة، لازم تتعودي إنك تتجهزي بهالطريقة كل يوم. كوني مثل أبوكي السلطان إلتومش، وجدك الله يرحمه السلطان قطب الدين أيبك. كل يوم الصبح قبل ما يبلشوا بواجباتهم كانوا يجهزوا حالهم، وبعدها يعملوا اجتماع للنبلاء. عن جد عم تحكي ستي؟ هلا أنا ما بعرف قديش بدي وقت لجهز حالي، بس أنا المفروض كون مخلصة التحضيرات كلها، لأنه قرب موعد حفل التتويج تبعي، ولازم كون بهالمناسبة بأحسن حالي. هذا غير إني رح صير مرته لألتونيو. ما بتتخيلي قديه متحمسة لهاليوم. خليكي بهذا الحماس، افتلي لشوف، طالعة حلوة وبتطيري العقل، يا أجمل سلطانة بالعالم. يا مجنون، شو يلي صاير لعقلك؟ عم حاول انسى همي وداوي وجعي بالسم. مو هيك بيتداوى الوجع يا قوت، شو صاير لك؟ ما بعرفك ضعيف لهالدرجة، أنا بعرفك واحد قوي. شو لازم أعمل طيب؟ انصحيني يا سلطانة، ما في شي تغير بعد موت أمه لألتونيا، بالعكس ليك وراجع مشان يتزوج. ألتونيا راجع بس ما وصل لهلأ، دلهي بعيدة وبده وقت ليوصل. أنا بدي إياك تطمن بالك، لأنه ألتونيا وراضية مستحيل بعمرهم يكونوا لبعض. استني عطيني ياهن، أنا بطعمي بإيدي. Ha ha ha.
ما في كلام يقدر يوصف فرحتي بهذا اليوم. أنا مبسوط كتير، ما عم بقدر صدق إنه الحياة كريمة لدرجة يتحقق حلمي. قد انتظرت هاللحظة وبعدني عايش لكون شاهد عليها. اليوم رح يتحقق اللي حلمت فيه من زمان. كانت أمنيتي إنه بنتي الأميرة راضية تكبر لتصير سلطانة دلهي، والحمد لله صار هالشي. هاد الشكر لله. أنا فخور فيك يا بنتي. هذا كله بفضل رضاك علي، وإن شاء الله على طول بتضلك هيك مفتخر فيني. أنا رح أوعدك مولاي إنه ما فكر بأنانية، وإنه أندر نفسي لرغبات شعبي. حبك لشعبك وتضحيتك كرماله وسعيك الدائم لتحقيق رغباته هنن اللي عمروا هي السلطنة وخلوها ما تحتاج شي. انت علمتنا انه السلطنة ما بتعمر الا اذا كان شعبها مرفوع الراس. لهيك دايما رح اتذكر انت شو علمتني. مولاي انت بس ادعيلي انه انجح واتوفق بمهمتي. الله يحميكي، هي هي بنتي اللي ربيتها على الإخلاص. أنا عندي ثقة أنك رح تكوني قد المسؤولية. بصيص صغير من النور بيقدر يمحي عتمة الأيام. هالنور أنا متأكد رح يضل يشع بقلبك، بس أنت خليكي هيك طيبة لتعكسي طيبتك على كل العالم. إذا سألتيني هلأ شو حاسس بقلك بالفرح. تعرفي شو السبب؟ لأنه المسؤولية اللي كنت حاملها هلأ صارت بين أيادي أمينة. شوف مولاي، أنا ما رح أقدر بلش مشواري لحالي بهالسهولة، بس لأنك بتدعمني وعطول واقف معي رح كون قادرة أني أتحدى كل شي وأهتم منيح بأمور السلطنة. أنا رح كون محتاجة دعمك إلي بكل خطوة. لهيك بدي اياك توعدني انك رح تبقى معي ورح تكون سندي بهالحياة وتنصحني مثل ما كنت. بدي اياك توعدني انه بعمرك ما تتركني ولو شو ما صار. انا بوعدك يا راضية، دائما رح ابقى جنبك واقدم لك الدعم اللي بتحتاجيه. كأنك تأخرتي على تتويجك؟ ايه ما عندي مشكلة، طالما أنا معك مولاي الوقت ما مهم. بدي ضل جنبك حتى أحس إنه كل الكون صار إلي. بترجاك مولاي خليني ضمك وحس بحنانك. طيب ضلي، بس إذا ضليتي قاعدة هون وعم بتساير أنا وياكي، وقتها أنت كيف رح تتزوجي؟ يلا روحي. لا تتأخري. Oh.
الله يكون معك. أنا مطمن لأنك ما بتخافي من شيء. يا الله، دخيلك تعطيها القوة لتبدأ مشوارها وتبعدها عن كل اللي ما بيتمنوا له الخير. يا رب دخيلك. سمو الأميرة راضية. تعيش الأميرة راضية. 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 نحن هون اليوم لنعلن عن السلطانة اللي منتمنى تكون قد أمنياتنا وترفع اسم السلطنة وتحقق العدالة فيها. سمو الأميرة راضية. تعيش الأميرة راضية. 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 كتار من السلاطنة حكموا هالسلطنة ومرقوا عليها على مر السنين، وهلأ رح يعلنوا السلطان الجديد. بس هالشي ما رح يتم يا راضية. يا خسارة راحت عليك. اليوم كلنا موجودين بقاعة الاحتفال لنشهد على حدث مهم كلياتنا ناطرينه. اليوم رح تنتقل السلطنة لمرحلة جديدة بإذن الله، لأنه رح يتم إعلان السلطان الجديد. طبعاً السلطان أكيد رح يكون خادم للشعب ورح يكون قائم على تحقيق أمنياته. وبفضل الله تعالى وأحلامكم بسلطنة جديدة ومستقبل أحلى. اليوم عرش سلطنة دلهي وبكل محبة رح يتبارك بسلطان جديد. لهيك نحن منطلب من السلطان إلتمش إنه يجي ليبارك سلطانتنا الجديدة راضية باستلام العرش مكان أبوها المريض يلي منتمنى له الشفاء. بس عفواً، لسه هلأ قلت إنه جلالة السلطان إلتمش مريض، لهيك رح أبعت ابني فوراً ليجيبه لعنا لبين ما أنت تبلش بالتتويج. أختي، بدك تصيري محاربة وتقتلي الأعداء. ماشي. خد هاد وخليه معك، وأوعك تجي على القاعة قبل ما تكون عاطي منه للسلطان إلتمش. أمي، أنت جنيتي شي؟ من كل عقلك عم تطلبي مني إنه أعطي الدواء للسلطان؟ هذا مو دواء، سم ابني، سم يلي ضليت أعطي منه للسلطان إلتمش كل يوم بالتدريج، واللي خلى صحته تتراجع وتتدهور. بس اليوم إجت اللحظة المناسبة.
لحتى نعطيه السم دفعة واحدة ونخلص عليه ونرتاح ونحقق خططنا. والاحتفال هاد بده يتحول لحداد. تذكر كلامي، أي شي بتساوي لازم تساوي بحذر وانتباه. يا مولاي، أنا أجيت لحتى أخذك على حفل تتويج راضية، بس مبين عليك تعبان ومو مرتاح. طيب تحمل، رح أعطيك دواء بالسيارة. وين حاطه؟ ماشي، استناني دقيقة. بعد شوي. يسلموا ايديك يا ابني. يلا نروح. ايه؟ تفضل. ركن الدين، اسمعني، كنت بدي اقول لك شيء، يعني هو موضوع بسيط كتير. احكي يا مولاي، لا تتردد. انا بعرف انك هلا مقهور وانك حاسس اني كنت ظالم معك بالفترة الماضية، وسرقت لك حقك وحرمتك السلطنة. يعني انت باعتقادك لازم حطك السلطان بدل راضية، بس ليك بدي اياك تصدقني، القرار يلي اخدته مشان مصلحة الكل بالدرجة الاولى. انا اخترت من بيناتكم كلكم اكتر شخص عنده القدرة انه يصير سلطان هالسلطنة. بس بقدر أنا أني أطلب منك طلب صغير؟ ما بدي تحقد بنوب ولا تخلي شي بقلبك لأنك خسرت، بالعكس ساعد أختك بالحكم وكون سند لإلها مشان ترفعوا اسم السلطنة بالعالي. وإذا يعني أنت ما قدرت أنك تكون السلطان، فلا تنسى انك ابني وغالي علي كتير. مين هو اللي قال لك يا مولاي انه انا ماني السلطان؟ ولاني انا ابنك يا سلطان، ما رح خلي حدا يقعد على العرش غيري. لك شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ انت جنيت شي؟ بنتي الأميرة راضية هي سلطانة دلهي، عم تفهم علي؟ هي لسه ما صارت السلطانة، ولا أنت بلشت تضيع؟ آمين 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 آمين. اصحى من حلمك يا سلطان، لأنه بعمره ما رح يتحقق. الحب الأعمى اللي بقلبك لبنتك راضية دمر حياتنا وقضى علينا، بس هلأ أنا ما رح أسمح تستمر هالحكاية. ابني ابني ابني،
اليوم أنا رح أعمل معك شغلة منيحة وحررك من هالدنيا. ركن الدين! صدقني رح ينكتب على صفحات التاريخ إنه السلطان إلتمش قبل ما يحقق حلمه يفرح بتتويج بنته الأميرة ترك هالدنيا لأنه كان يعاني من مرض خطير. الحقوني يا ناس، صارت مصيبة، دعوا بسرعة، السلطان إلتمش مات. شو صار لك ألتونيا؟ ليش ساكت وما عم تحكي؟ صحيح ألتونيا، أنا كنت عم قلك شغلة إنه زواجك والموكب اللي أخده عدل هي يمكن يكون هالشي صحيح، بس اللي محيرني يا ترى هذا الوقت الصح؟ ليش من قيمت الوقت بساند حدا يا داروميا؟ نحن البشر منكون مخططين لشي، بس الوقت دائما بيغدرنا. طول بالك يا رفيقي، بس ليش صاير كلامك غامض هالكام يوم؟ يعني عم تحكي كلام كتير غريب لدرجة اني ما عم بفهم عليك ابدا. بالعادة لما تكون حابب قلبك وعقلك بصيروا عميان، فيك تعتبر انه هيك صاير معي. صاير معك انت؟ شو قصدك؟ ما رد علي. يا الله حميلي رفيقي وريح باله من المشاكل، اكيد في شي صاير وما عم يحكي وانا بخاف كتير من سكوته. اليوم رح يتحقق اللي حلمت فيه من زمان. كانت أمنيتي إنه بنتي الأميرة راضية تكبر لتصير سلطانة دلهي، والحمد لله صار هالشي. هاد بدي إياك توعدني إنه بعمرك ما تتركني ولو شو ما صار. رح أبقى جنبك وأقدم لك الدعم اللي بتحتاجي. خلفت بوعدك ورحت وتركتني، ليش هيك عملت؟ ليش ابني؟ ليش رحت وتركتني؟ راضية، صار الوقت انه ياخذوا البابا على المقبرة. حبيبتي يلا قوم. لا.
مولاي وين رحت؟ ليش تركتني وأنا بحاجتك؟ مولاي! 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 افتحوا! افتحوا! بدي ودع أبي! افتحوا! مشان الله ما تتركوني وتروحوا! في حدا هون يفتح لي! وينكم؟ افتحوا لي! يا ربي! أبي! عم تسمعوني! الحاضر يعلم الغايب! إعلام خاص لشعب سلطنة دلهي! اليوم بسبب موت السلطان إلتمش المفاجئ طلع قرار إنه حكم سلطنة دلهي رح يستلموا من بعده السلطان الجديد ركن الدين. من هاللحظة سلطان دلهي رح يكون سمو الأمير ركن الدين. شو؟ افتحوا لي الباب! لك حدا يرد علي! أبي! 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 شو هالمهزلة تركان؟ يعني عم تتحدينا؟ السلطان كان قراره واضح إنه من بعده راضية رح تكون سلطانة على دلهي. لو فيكي ذوقك انت احترمتي أمنيته الأخيرة. إذا ما عندك فكرة آخر أمنية بيطلبوها الأموات بتندفن معهم جوات القبر، واليوم هذا اللي صار. بعدين يا سلطانة، الأوقات هي هيك بدها، والسلطان ما عرف يفكر بمصلحة سلطنته لأنه انجر وراء عواطفه وأخذ قرار غلط لأنه صار كبير بالعمر. معقول يحط بنت ويساويها سلطانة؟ العالم كله بيعرف إنه أكتر شخص بيستاهل يستلم عرش السلطنة هو ابني ركن الدين. قليلة أدب خرسي أحسن لك تركان، بيّنت حقيقتك الوسخة. ما فيكي تستني لحتى يندفن السلطان؟ على ليلة احترمي الأموات. تركان هالحكي كله ما بيهمها، وبعدين هلأ صار دورك لتخرسي وتنتبهي لكلامك معي يا سلطانة. ما تخليني أعتبر هذا الشيء تمرد على الحكم لأنه ما رح يرحموك رجالي، وأنت بتعرفي منيح إنه النظام الحاكم ما بيسامح المتمردين أبداً، وبلحظة إعلانك متمردة يمكن وقتها رجالي إنه يسجنوك أو حتى يعذبوك ويشنقوك. ساعتها لا تشتكي يا سلطانة، لأنه تركان ما عملت حساب للقرابة. Thank you.
شو عم تطلع ألتونيا؟ شايف النجوم اللي بالسما يا داروميا؟ يمكن يكونوا حاضرين بحفل تتويج حبيبتي اللي ما قدرت تكون فيه. الأميرة راضية، يمكن اليوم صارت السلطانة راضية. الحلم يلي كان أبوها عم يحلم فيه من زمان كتير، أنه بنته توصل للحكم، أكيد اليوم بيكون تحقق. حياتي وأحلامي تدمروا بلحظة. وينك ألتونيا؟ ارجع بسرعة. من وقت ما بعدت عني أنا ضعت وكل شي حلو راح مني، ما بقى حسيت بالسعادة. تعال وخدني معك، بدي تكون معي بأصعب لحظات بتمر علي. أنا عم موت وعم اتعذب بدونك. ما عاد فيني اتحمل غيبتك عني. ارجع لعندي، تعال وخدني معك بقى. أنا رح أوعدك مولاي إنه ما فكر بأنانية، وإنه أنظر نفسي لرغبات شعبي، وسعيك الدائم لتحقيق رغباته هنن اللي عمروا هي السلطنة وخلوها ما تحتاج شي. أنا عندي ثقة إنك رح تكوني قد المسؤولية. بصيص صغير من النور بيقدر يمحي عتمة الأيام. هالنور أنا متأكد رح يضل يشع بقلبك، بس أنت خليكي هيك طيبة لتعكسي طيبتك على كل العالم. إذا سألتيني هلأ شو حاسس بقلك بالفرح، تعرفي شو السبب؟ لأنه المسؤولية اللي كنت حاملها هلأ صارت بين أيادي أمينة. افتحوا الباب بسرعة.
عم تساوي؟ أكيد ما نكون مقتنعين باللي عم تعملوه. أنتم مو سيئين، أنتم مخلصين، ما بتقبلوا بالظلم. مولاي المرحوم السلطان شمس الدين إلتمش كل عمره كان إنسان عادل وعم بحارب الظلم بكل شجاعة وقوة، وأنتو كمان بدكن تحاربوا الظلم بهي السلطنة. ديلهي بتستمد قوتها من شعبها يلي همه يحميها ويدافع عن الكرامة والشرف بإخلاص. اسمعوني، إذا ما بتخلوني امرق هلأ بتكونوا عم تخلوا الظلم ينتشر بهي السلطنة يلي جلالة السلطان إلتمش فن عمره ليحميها. وهلأ القرار عندكم، يا بتوقفوا معي ضد الظلم يا بتضيعوا السلطنة. يلا افتحوا بسرعة. منعتذر بصراحة، سمو الأميرة تعبانة وعم ترتاح هلأ، مشان هيك ما فيك تفوتي. سمو الأميرة؟ عن أي أميرة عم تحكي أنت؟ راضية مانا أميرة، هي مجرد خدامة وكلمتي بس يلي بتمشي هون. هي مكانها لازم يكون بالسجن مو جوات القصر أبدا. أنا بلشت أعصب منكن كتير، يلا افتحوا فورا. راضية؟ راضية؟ هالحراس عم يعملوا لي مشاكل ووقفوا بطريقي بكل قصة عم تصير هون. أنا لازم خلص عليهم هلا. نحن لازم ننتبه منيح وننفذ كل الأوامر اللي قالولنا عليها، ما بدنا يصير معنا أي غلط. ماشي حاضر، خليك مفتح عيونك منيح. ولا يهمك. ما لازم اسكت عن عمايل تركان وابنه، لازم روح وكون مع شعبي. هنن صاروا بيعرفوني وحاطين ثقتهم فيني، واكيد رح يدعموني باي قرار باخده. لازم تتطبق العداله، لازم.